حيانو أول مو أول مرة أنا بيجي على الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة كريمة من الجالية السورية، يمكن هي ثالث أو رابع مرة، وكانت كل مرة يعني يجي فيها بعمل خيري، نجمع تبرعات غالبا يعني مسائل بالخدمات الطبية سواء كانت أطفال أو سرطان أو فأنا ممكن. بعدين يعني شاءت الأقدار أنه أنا جاني عرض بمصر ورحت على مصر واشتغلت بمصر. فب 2008 في شخص يعني صديق مشترك فتح حديث معي أنه ليش شو اللي صاير وليش حصل زعل يعني بيني وبين الدكتور وإلى آخره. فأنا قلت رأيي بمنتهى الصراحة، قلت أنه الطريق اللي ماشينا عليه الطريق سيء جداً، لن يوصل إلى أي شيء، لأنه نحن هذا مشروع الإصلاح نسيناه وخطاب القسم نسيناه. الفساد استشرى بالبلد أكثر مما كان، الاستبداد استشرى أكثر مما كان، زائد قلة الكفاءة. يعني على الأقل بزمن الرئيس حافظ الأسد يعني كنت تطلع كان في حدا ترجع له، يعني كان في حدا عائل، يعني كان في مجانين كتير، بس لما تلاقي لك حدا عائل ترجع له تحكي معه، يعني يرفع التليفون يقول لك كذا مدري شو لاخر يعمل كذا يسكر التليفون. بزمن بشار الاسد ما عاد في حدا ترجع له، فالقصه صغرت كتير. فطول بالك ما طول بالك، قلت له لا انا مالي زعلان ولا غضبان بس هذا رايي. المهم تاني يوم اتصلوا فيني قالوا لي عندك موعد مع الرئيس. رحت الحقيقه شفته، يعني هي هذا كان اقصر لقاء وكان يعني لقاء جاف جدا. أنا عم أحكي الحادثة لأني وصلت على النقطة المهمة جدا كيف بفكر الحاكم. قال لي شو أخبار مصر؟ فقلت له والله يا سيادة رئيس مصر بلد على وشك الانفجار. فهو ابتسم ابتسامة صفراء وقال لي هي مشكلتكم أنتوا الفنانين، بتخترعوا سيناريوهات بخيالكم ما لها علاقة بالواقع. فقلت له نحن الفنانين إن وجدنا مع وجود الإنسان ورح نضل موجودين طالما في إنسان على سطح هذه الأرض، ونحن شغلتنا نتخيل السيناريوهات المحتملة للغد ونخبرها للناس لحتى الناس تشوف شو ممكن يصير. الشاعر يقول لحبيبته إنه بدي وديها على القمر قبل 300 سنة ما كان أكثر من مجنون عم يهلوس. الناس شوي تاني لح تروح على القمر بالميكروباصات. والمخرج اللي عمل فيلم اسمه ستار وور الناس اعتقدت انه هو جايب فكرة هيك فيها جنان مشان يجمع مصاري بشباك التذاكر، بس هو برنامج معتمد بالبنتاغون. ويعني أنا فيني أضرب مئات الأمثلة على كيف الفن والأدب استشعروا المستقبل قبل 20 و30 و40 و50 سنة. فهي شغلتنا. قام قال لي لا بس هذا منو رح يزبط على مصر، لأنه مصر شعبها خنوع ما بيعمل ثورات. فقلت له والله يا سيادة الرئيس ليس الشعب المصري هو الشعب الخنوع فقط، وإنما كل الشعوب العربية شعوب خنوعة، لكن حتى الخنوع له حدود. إذا إحنا أوصلنا الناس إلى مرحلة ليس لديها ما تخشى خسارته فستخرج كالفيضان العارم. لكن أنا عندي خوف، كنت عم أحكي عن مصر أنا ذاك، بس الحقيقة بيعني كذا بلد عربي، إنه بسبب انهيار سياسات التعليم ومستوى التعليم، بسبب عدم وجود الأحزاب، عدم وجود مجتمع مدني civil society بالمعنى الحقيقي للكلمة، عدم وجود قادة رأي، فبالتالي لما بتحصل هاي الثورات بتشبه هالمي المحتجزة وراء سد أساساً بني على غش، وبعد زمن ظهرت فيه الصدوع والشروخ والناس صرخت وولولت يا جماعة في صدوع على السد تعالوا ورمموه ما حدا اكترس، وكانوا يطلعوا على منسوب المي منسوب المي هذا بيحملوا الجسر، لحد ما يجي يوم تنزل أمطار بشكل استثنائي غزيرة جدا خلال 48 ساعة تهجم على السد ويرتفع منسوب المياه والسد ما يقدر يحجزها فبتطيح فيه، وهي المياه بتمشي بتاخد بطريقة
كل ما هو خبيث وكل ما هو جيد أيضا، لأنها بتبقى قوة هائلة لكن أحيانا ما بتبقى عاقلة. من هذا المنطلق أنا برأيي أن الربيع العربي عانى من مشكلة انعدام القيادات، وبالتالي كان في ظواهر شوي غريبة. ركب على جسم هذه الثورة كل أحيانا أنواع اللصوص والطاعين الطرق، وحتى الأنظمة نفسها يعني قدرت تسجل يعني مناسبة حتى ضمن الفصائل المقاتلة اللي موجودة باسم المعارضة بسوريا، في فصائل مولت من قبل رجال أعمال تابعين للنظام وهي تعمل لصالح النظام، وناس بتأخذ تمويل من برا وناس بتأخذ تمويل من جوا، وبالتالي شيئا فشيئا بيحصل هذا التشويه اللي بده اياه النظام. أهم شيء هو اللي أشار له الأخي أيمن، الشعب السوري طلع قال واحد واحد، الشعب السوري واحد، السوريين ما عندهم تمييز الحقيقة بين هذا مسيحي وهذا مسلم وهذا درزي وهذا علوي وهذا كردي وهذا مالو كردي وهذا أصله تركماني إلى آخره. السوريين كل حياتهم عايشين مع بعضهم بوئام وبمحبة، وأنا كل عمري النكت كل النكت اللي أنا سمعنا عن الدروز حكوا لي إياها رفقاتي الدروز اللي أنا درست أنا وياهم، هن اللي والنكت اللي سمعت عن الحماصني حكوا لي إياها الحماصني أنفسهم، والنكت اللي بنسمعها عن أهل الساحل يعني حكوها الناس اللي من أهل الساحل، هي مخترعوا الشوام ولا اخترعوا الحمويين ولا اخترعوا أهل دير الزور. نحن كنا عايشين حياة سعيدة، وكنا نحن كلاتنا يعني في بتوحدنا هالأم الكبيرة اللي اسمها سوريا. هاي نقطة مهمة جدا لمستقبلنا. اليوم صار في انقسام بالمجتمع السوري، في طلاقات حصلت على هذا الأساس. أنا بتمنى أنه الناس ما تستجيب لهالأجندة اللي هي بتسعد النظام نفسه. النظام كان بده يعني شيء جوهري وأساسي بكل مسار الأحداث، أن تتحول هذه الثورة إلى ثورة ذات صبغة طائفية وتحمل خطاب ديني متشدد لكي يقول للسوريين وللعالم هؤلاء هم وهذا أنا اختاروا بيننا. تالي أنا برأيي أنه نحن لازم نحافظ على ثورتنا وعلى مبادئها الوطنية الجامعة والكبرى حتى تكون هي خيارنا وليس خيارنا النظام. لأنه أسوأ شيء عم يحصل الآن بالمنطقة العربية أنه الناس عم تترحم على الدكتاتوريين. أنا ما كنت متخيل بحياتي اسمع واحدة فقدت إخواتها الاثنين بسجون صدام حسين تقول أنه أنا هلأ بترحم على صدام حسين، أو واحد ليبي كان بيكره الأرض اللي بيمشي عليها معمر القذافي إليك اليوم أنا بقولس الله أيام معمر القذافي. نحن ما بدنا هذا الشيء يصير بسوريا إطلاقا. نحن بدنا سوريا الحرة الديمقراطية بلا بشار الأسد وبلا عائلته وبلا أجهزة المخابرات وبلا أجهزة أمن تعتقل الناس بدون موجبات قانونية وخارج الدستور. لكن بنفس الوقت نحن لا نريد أن نستبدل الاستبداد بأي استبداد آخر مهما كان شكله وسمته، ولا نريد أن نستبدل الفاسدين بناس أكثر فسادا، ولا نريد أن نستبدل عشاق السلطة بناس عشاق سلطة أكثر منه. نحن نريد أن نستبدل هؤلاء الناس بمسؤولين وقيادات بتصنعهم ديموكراتيك بروسيس بناء على محددات وطنية مشان نقدر نبني سوريا الحديثة المعاصرة الحرة السيدة الديمقراطية. شكرا جزيلا.